حاضر يا باشا. انت ابن نت، يلا يا فار محمود. موسوعة. من السما حاجة. منين يا محمود؟ يلا محمود. الحمد لله الذي لم يزل في عليائه سميا، نظرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. أنزل على رسوله ومصطفاه قولا بهيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الحمد لله يبتلي كل خلقه ليدعى، فإذا دعي أجاب، قضى على آدم بالذنب ثم برحمته علمه فتاب، وأرسل الطوفان وكانت السفينة من العتاب، نجى الخليل إبراهيم من نار شديدة الالتهاب، وكانت سلامة يوسف يوسف ابن يعقوب من الفتنة عبرة لأولي الألباب. شدد البلاء على أيوب فتاركه الأهل والأصحاب، إلى أن كل منه الظفر والناب، فنادى مستغيثا بالمولى فجاء بالجواب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، احمده حمد من اخلص واناب، واصلي واسلم على اعظم نبي نزل عليه افضل كتاب، وعلى ابي بكر مقدم الاصحاب، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب، وعلى علي المهيب ما استل سيف من بعد من كرام، وعلى عثمان بن عفان شهيد الدار وقتيل المحراب. الجنة على مصراعيها لعثمان تفتح الأبواب، لن ترتوي قلبي إلا بنفحة من الإيمان، ولن تكتحلي يا عيني إلا بالنظر إلى الرحمن، ولن تكتملي يا أذني سماعا إلا بجمال تلاوة القرآن. إني عاص، إني مذنب، إني خاطئ، هو كاف، هو غفور، هو رحيم. ثلاثة قابلتهم بثلاث، ولتغلبن أوصاف ربي أوصافي. سئل أحد العارفين بالله أيهما أحسن، يوسف بن يعقوب أم محمد بن عبد الله؟ فأجاب العارف بالله: يوسف من أحسن الناس، أما محمد، ما تصلوا على سيدنا النبي، أما محمد فهو أحسن الخلق على الإطلاق.
يوسف أخذ نصف الجمال فافتتن به النساء، أما محمد فأخذ الجمال كله ولم يفتتن به النساء، لأن الله كسى جمال محمد بجلال نوره. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك يا حبيبي لم تلد النساء. إخوة الإيمان والإسلام، قبل مقدمتي أقدم باسم العائلة الكريمة عائلة القل خالص الشكر لكل من قدم واجب العزاء. أتقدم بخالص الشكر لكل من أصحاب المخازن، مخازن الفراشة وعموم الكهرباء بجمهورية مصر العربية، على وجه الخصوص محافظة الغربية ومحافظة الإسكندرية والبحيرة، محافظة كفر الشيخ والمحافظة المنوفية، ولكل من أتى ولبى واجب العزاء في بيت من بيوت الواجب، بيت عم الحاج المرحوم أحمد القم، عليه من الله تعداد الرحائم. أسعد معكم سويا في هذه الليلة، ليلة تكريم وليلة عزاء روح الغالية. والتكريم نوعان، تكريم في السماء إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وتكريم في الأرض إذ ينادي المنادي افرشوا لعبدي فراشا من الجنة ونعموه بنعيم الجنة، بعد أن رأيت العيون تنظر إلي لتأذن لي بالرحيل، لأن المقام ليس مقامي بل هو مقام القراء وحملة القرآن وحافظيه. أسعد معكم بصحبة عالمين من أعلام دولة التلاوة بل قطبين من أقطاب الإذاعة، شرفنا بقارئ المحافل الدولية الأول وملك المقامات وقارئ الإبداع الأول الدكتور عبد الناصر حرك، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والذي اجتاز أكثر من 25 دولة على مستوى العالم الإسلامي لإقامة الحفلات والمؤتمرات الدينية والدولية، وكان آخرهم ترأس وتزعم المؤتمر الإسلامي الدولي المعروف بدولة إندونيسيا والمسمى بمؤتمر مزامير. كما شرفنا أيضا بالحضور نقيب قراء محافظة كفر الشيخ وفارس التلاوة في دولة القرآن فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أيها السادة، أترك المجال لكلام الله، لأن لو تكلمت أنا سأوت عن كلامي، ولو تكلم الله أنصت إليه. أترك الكلام لكلام الله بصوت شدي، صوت الإبداع والتألق والنجومية والإبداع المطلق، ملك المقامات الدكتور عبد الناصر حرك.
ما انت كل خلاص كده. بسم الله تقدر الله لا حول ولا قوه الا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هل سمعت كل شيء؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. صل على سيدنا رسول الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. يا رب. ماشي.
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح به.
بحمده. صدق الله العظيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. صدق الله العظيم. الذي خلق السماء الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. صدق الله العظيم. كم شويه كده بص على ما تيجي خد لك واحده صوره تعالى.
تبارك 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 الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر خلفة لمن أراد أن يذكر ذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم. تبارك 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 الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن صدق الله العظيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها ربنا اصرف عنا
عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون صدق الله العظيم.
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والله ابدا ربنا يعزك ويعلم من مقدارك زي ما بتشرفنا في كل مكان الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات صدق الله العظيم. تحبه انا لا خلاص تعرف معاه فلان طيب من عند القفر طيب بس هناك من القفر وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإن يتوب إلى الله
فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا وعميانا. والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هكذا أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا واستمتعنا إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز، تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام القراءة والتلاوة بمصر والعالم الإسلامي والعربي، ألا وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ القرآن الكريم.